مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تنتواجدوا في الرباط على جد مقربة محكمة استئناف. اليوم الجلسة ديال سناء 12 سنة. معايا الأب وكذلك معايا أستاذة زين خيار محامية بهيئة الدار البيضاء اللي بطبيعة الحال غنية على التعريف. غادي نشوف مع آخر مستجدات في الموضوع. أستاذة، كنت اليوم تبعتي ملف سناء، كنت عند السيد قاضي التحقيق، كيفاش كتشوفي الامور؟ معلوم اليوم كنت دوزت ملف ديال سناء، الجلسه اول جلسه اللي جلسه سريه بطبيعه الحال عند السيد قاضي التحقيق. ما تصنطليها ما نقدرش نقول المعطيات لان الجلسه سريه، ومع ذلك نقول هذه ماشي الام، ماشي ام هذه، راه طفله عازبه، لان ماشي بارادتها. اما الام العازبه راه كتكون بارادتها، هذه ما كانتش شي نهار كتبغي تكون عندها طفل ولا كانت باغا، لان بالعنف، لان اغتصاب، هناك افتضاد بكره، هناك حمل ناتج عن طفل. وهذا الطفل مع العلم انني كنلاحظ وكنشوف بان الدريه هذه قاصره، لان حدث جدا ماشي قاصره كاع، ما بقاش باش نقولوا عليها قاصره. كتبان لي بان بحال ما ولدات ما والو. الحمد لله المره الفارطه النهار الاول كان هذه العائله مدمره، لدرجه ان الاب ديالها كان تيبكي واحد البكاء اللي بكى الناس كاملين في القاعه. ومع ذلك اليوم الزميلات والزملاء قسما بالله، واحد الاستاذه محاميه مشكوره من هذا المنبر تبكات دابا، كانت هذيك الطفله القاصره اللي كانت اليوم الجلسه ديالها. الحمد لله كنشكر القضاء من هذا المنبر، لان السيد قاضي التحقيق عطاه اهتمام كبير لهذا الملف، والمحكمه كلها عطاه اهتمام كبير، بما فيهم الوكيل العام للملك، لانه هو اللي حل الملف على قاضي التحقيق. بطبيعه الحال كتكون ملتمسه بين قاضي التحقيق ووكيل العام للملك، تتكون درتي شي طلب خاصو يصدق لي وكيل العام. كنشكروه من هذا المنبر، عطاه واحد اهميه كبيره، لدرجه اننا ديك الشاهده اللي كانوا اعتبروها شاهده، إذا نحن كنا قلنا بأنها تستدرج الطفلة، تستدرج هذا الرجال لواحد مثلا الأب ديالها اللي عنده ثلاثة أطفال، هي كانت تديهم، لأن هي اللي كان عندها أمام حضورها كيغتصبوها بعنف، وذلك بواسطة السكين. كانوا دايرين العائلة ديال سناء كانوا دايرين كلاب لحماية هاد الطفلة القاصرة، ولا مع ذلك هاد الجيران ديالهم اللي تعدوا عليهم لدرجة أنهم قتلوا كلب بتسمم، باش مع ذلك ما قدروش يقتحموا المحل إلا بناء على حضور الشهيدة الملكة، لأنهم كيعرفوا الكلاب. لهذا الأسباب راه كنشكروا قاضي التحقيق لأنه آمر بالاستدعاء ديالها في الجلسة المقبلة إن شاء الله. يعني هي طلبها قاضي التحقيق؟ طلبها قاضي التحقيق يستدعيها الجلسة المقبلة، لانها انا كتبان لي متورطه في البيت، لان هي كانت كتستدرج واخا قاصره، خاصه المتابعه، لان كانت علاش ما اختصوهاش هي؟ علاش ما اختصوهاش هي؟ علاش كديهم ليها؟ امام اعينها كتختص بالدريه، اذا عندها هي المشاركه في هذا الشيء، وهي اللي كتساهم في هذا الاغتصاب ديال الدريه، اذا خاصها هي تجي وتتابع وتقاضى، لانه واخا حدث راه كدوز عند قاضي الاحداث كمتهمه، وهذا الشيء غيكون الحكم لانها خاصها تعاقب، لان ما يمكنش. استاذه كنشكرك انك متبعه من الملف بالقلب ديالك، وكذلك انت مأديه القسام. وهذا الملف يعني كتحسي به احساس خاص. احساس خاص، لان اي واحد يوقع له، صورت انا بنتي، بنتي، عائلتي، شي وحده من عائلتي، احنا راه وطن، احنا كنا شعب واحد، راه احنا الدر واحد من الشعب ديالنا، الوطنيه ديالنا دارنا كاملين، اسمسينا كاملين، اسمحنا كلشي الاطفال سناء، راه سناء كلهم اطفال كلهم ديال المغرب كنعتبرهم سناء. الله يسترك استاذه، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا الاب. اليوم كنتي مع الاستاذه، حضرتي الاطوار الدور ديال السيد قاضي التحقيق مشكور بشكل كبير اللي متبع الملف بدقه، استدعاء ديال الشاهده اللي هي لها دور جوهري في الموضوع. يعني كيفاش كتشوف الامور غاده؟ كنشكرك اخي يوسف، وكنشكروا الاستاذه ديالتنا، وكنشكروا الاستاذ التحقيق اللي استقبلنا واستقبل ديك البنيه، وراه الملف ان شاء الله غادي بدقه، ومازال ان شاء الله مازال يكون خير ان شاء الله. وكنشكركم وكنشكروا الطاقم التقني. يعني الحمد لله شيء انا ما في الشق القانوني، انا تناولت معك الملف في الامور اللي كتعلق بالام ديالك، دور الجمعيه، وهذا دابا الاطار القانوني كتشوف امور مزيانه. كنشكروهم وكنشكروا الاستاذه وكنشكروا الجمعيه.
الجمعيات، وكنشكروا الناس اللي كيوازرونا وكيطلعوا لينا وتيصونوا لينا، وكنشكروا المغاربه كاملين داخل المغرب وخارج المغرب، وتا كنشكروكم بزاف الطاقم التقني كامل كنشكروهم. الله يسهل عليكم. الله يفرج عليك يا ربي. استاذ، شي اضافه؟ اليوم التمسنا من السيد قاضي التحقيق باجراء خبره جينيه عن الطفل باش نعرفوا ولد من هذاك الطفل، لان هما ثلاثه اطراف باش دار هذه الخبره الجينيه، ودرنا طلب في هذا الموضوع، كما درنا طلب على احالتي على احدى الجمعيات. والسيد قاضي التحقيق على هذا الاساس غادي يتصل بالسيد وكيل العام طبعا باش ياخذ باش يدير لنا الاجراء يبث لينا في هذا الموضوع. ان شاء الله الجلسه المقبله غيكون عندنا البث في الموضوع، لان ضروره اجراء خبره باش نعرفوا الاب الحقيقي ديال ثلاثه اشخاص. اذا راه غدار خبره جينيه وغنعرفوا بطريقه علميه شكون هو الاب الشرعي ديالها. هذا اطار قانوني ومهم جدا، لان كيسول فيه الراي العام بشكل كبير. الله يوفقك استاذ، شكرا لك. الله يفرج عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا صراحه مستجدات جديده ومهمه في الموضوع، ومشكور بطبيعه الحال السيد قاضي التحقيق للتتبع ديالو الملف، وكذلك الدور الاستاذه. الملف الجديد اللي فيه كما كتبعوا معنا هو شقين مهمين في الموضوع. الشق الاول يتعلق باستدعاء اساهمات في هذا الجرم بشكل كبير، ثم الاطار القانوني والمسطره القانوني اذا صح التعبير اللي تبعت الاستاذه من اجل لاضيان لي إثبات من هو أب هذا الطفل. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.